أحييكم في كل مكان. مرحلة ما بعد الانتخابات والصراع على قيادة المحافظات يتصاعد مع مرور الوقت والاقتراب من إعلان النتائج النهائية. كل طرف سياسي بات يفكر من الآن بترتيب خاص من أجل الظفر بكرسي الحكم في هذه المحافظة أو تلك وفق قواعد وسلوك ربما بات يمارس بطريقة خاصة في الميدان السياسي بعيدا عن العلن. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث عن إمكانية أن يتم ترتيب أوراق المحافظات بشكل سريع دون الانتظار ودون الدخول بمفهوم الصفقة من أجل التنازل في هذا المكان إرضاء لطرف سياسي معين حتى يتم الحصول على الاستحقاق في مكان آخر، وكيف يمكن أن تمضي الأمور بشكل سلس دون مشاكل على المستوى السياسي وكذلك على المستوى الخدمي، على اعتبار أن مجالس المحافظات يفترض بها أن تعمل بشكل سريع وأن ترتب الأوراق بشكل سريع وأن يكون المحافظ قادر على تحقيق المنهاج الذي سيوضع له وأن يكون منسجم مع منهاج حكومة السيد السوداني التي تركز كثيرا على جانب الخدمات ومفردات الخدمات. فهل سنكون أمام مجالس خدمة أم مجالس صفقة تترتب فيها الأمور بطريقة ربما لن تكون قادرة مجالس المحافظات وكذلك المحافظة على الاستمرار للعمل لفترات طويلة، الأمر الذي سيعيد المشهد إلى سيناريو قديم وهو سيناريو مجالس المحافظات التي تم إيقاف العمل بها بالتزامن مع أحداث تشرين حينما كانت تلك المجالس فرصة أو بوابة لإقالة المحافظ والعمل على استفزاز ذلك المحافظ وثم العمل على المجيء بمحافظ آخر. أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو الباحث الشأن السياسي الأستاذ عماد المسافر، رحب بجنابه كل ترحيب أستاذ عماد، وأمين عام حزب واثقون سيد علي الشريفي رحب بجنابه كل ترحيب أستاذ علي، وأبدأ من حضرتك أستاذ علي، هل تعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه أن يكون هناك حسم سريع لاختيار المحافظين في كل المحافظات أم أن الأمور ذاهبة باتجاه تعقيدات وقد تكون التعقيدات كبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، تحية كبيرة لحضرتك والجمهور من سامراء وللضيف الكريم. هذه الانتخابات اتسمت بالأريحية يعني وغياب المنافسة القوية أو القطبية بالمعنى الأصح. قوى الإطار التنسيقي أخذت نتائج تعطيها المرونة في تصنيف الخارطة السياسية للمحافظات كيفما تشاء. لديها بعض المناقصات هنا وهناك، مثلا في البصرة أكو أغلبية أعلى منها، وفي الكوت أكو فد تصور أنه قائمة واسط أجمل هي الأكثر قربا من تشكيل المحافظة وإلى آخره، ولكن من حيث السلاسة ومن حيث السهولة نعم الإطار التنسيقي يمتلك القدرة على عبور هذه الفترة وبطريقة سلسة عدا بعض الأمور اللي يصير داخل الإطار. هو الأكثر مقبولية في الشارع. متفق، هم أكو عندهم اتفاق مسبق، أكو توافق سياسي سابق لهذه المرحلة اللي هو ما سمي بالإطار، إطار مو تحالف. لا على مستوى الأصوات. الإطار التنسيقي هو جو تفاهمي، ولذلك لاحظنا بمجرد ما أعلنت النتائج الأولية بنفس اليوم قادة الإطار اجتمعوا بلقاء وأعلنوا عن تشكيل ائتلاف إدارة المحافظات على غرار ائتلاف إدارة الدولة، وبالتالي أنا لا أشك في قدرة الإطار على تمشية هذا الملف مع وجود هذه المناقصات، وبالتالي علينا أن نعرف أن جدلية الاستحقاق والمحاصصة ما زالت قائمة. الأحزاب السياسية الفائزة تميل نحو تسمية هذا الأمر بالاستحقاق. الشعب والمتابعين والخصوم السياسيين لمن يمتلك الغلبة يسمونها بالمحاصصة. فالأخوة في قوى الإطار هم ما بين هذا وبين ذاك، بيدهم أن يحولوا الأمر إلى استحقاق عن طريق عدم اعتماد فرض الإرادات، عدم اعتماد أو وضع الخلافات مع الآخرين ضمن خانة صراع الإرادات كما يحدث الآن باشتراط على تصميم والاشتراط على واسط أجمل والاشتراط على إبداع كربلاء بأنه أنتم تستلمون لازم الإطار يسمي وإلى آخره. هناك فرق بين انه ان توضع هذه الامور في خانه صراع الايرادات، وهناك فرق بين انه توضع هذه الامور في مكافاه من عمل ومكافاه من قدم. هي الان وين؟ ثانيا الجدليه المشكله هي الان وين؟ بالصراع لو بين مكافاه بين هذا وذاك. هناك اصرار من الاطار مثل ما اسموا حكومه السيد السوداني في بادئ الامر. اسموها بحكومه الفرصه الاخيره. بعد اداء السيد السوداني المرضي عنه نوعا ما ولو بنسب متفاوته، اصبح الامل قائم عند الاطار ان يحولوا ايضا الحكومات المحليه الى حكومات خدمه تنسجم
مع توجهات حكومة السوداني، ولكن ما زلنا نقع تحت طائلة بدعة الفائز الأول أو بدعة الفائز الأكبر، لأنه قضية الكتلة الأكبر صح ما موجودة في مجالس المحافظات، ولكنها موجودة بصيغة النصف زائد واحد. إذن الكرة في ملعب قوى الإطار، يجب أن يصارحوا الشعب العراقي. إيه بس البصرة صعبة حتى نعم في البصرة، ولذلك قلت لك مناغصات أكو موجودة مناغصات، واصف صعبة أيضا، طرح بعض أطراف الإطار أن هناك أساليب أخرى قد نلجأ لها في حال عدم الحصول على النصف زائد واحد، أو أن وضع البصرة بصورة عامة لن يكون. هو يقال أن هناك اتفاق حصل في اجتماع الإطار أنه لا تجديد لهذه العناوين الثلاث، بصرة كربلاء واصف. السيد أسعد السوداني مناور جيد، تارة يناور بالأخ عامر الفائز، واليوم لآخر يوم صدروا اليوم بيان استعطاف للشعب البصري بأنه احنا مستمرون في خدمتكم، مستمرون على النجاحات اللي حققناها، وتارة يناور بماذا؟ عندما يقول أن التصميم هي جزء من الإطار، وبالتالي أسقط الحجج حتى على الأخوة في الإطار بأنه ترى أنا من عندكم، شنو المشكلة؟ فهو مناور جيد ومشترك في اجتماعات مشترك في اجتماعات الإطار، ولديه مواقف مع الإطار سابقة وليس ببعيد عنهم. أعتقد مش في واسط أيضا القضية مو بعيدة، السيد محمد جميل ماحي أيضا قريب من هذا. منين قريب؟ قريب من بعض أطراف الإطار، يعني قريب هو من مجلس الأعلى، ترى مو بعيد عنهم، عن الشيخ شوان حمودي، في مواضع عدة هو قريب لهم وتصريحات كثيرة تبين. شنو علاقة محافظ واسط محمد جميل من نياحي للمجلس الأعلى؟ هو كان في الحكمة وغادر الحكمة وصول مجلس أعلى وغادر الحكمة، حبال الود موجودة، من الممكن السياسة تسمح، السياسة تسمح بمد جزور الود إذا أكو ضمانات معينة على المحافظ بأن لا يتغول، بأن لا يتمادى على القوى الرئيسية، أن لا ينصب نفسه ندا لها، ونحن على مقربة من الانتخابات البرلمانية. هاي ترى المخاوف اللي تتولد عند الإطار، عدم السماح بتغول الآخر، هذه مخاوف موجودة حتى مع السيد السوداني. تمام. عندما منعوه من الدخول إلى مجالس، ما منعوه؟ منعوه. منو اللي منعه؟ هسه الرجال قابل برغبة، طبت أجيال هم حصلت لها مقاعد. ليش هي أجيال إليه؟ مو بعيد، لأن ما انتخب، حتى التسريبات مال الكتاب السوداني انتخب السوداني يقولون. خم خم شلون نزل واشترك المهم هسه عملية سياسية، الحرية الرجال يريد ينزل ما ينزل، هو حر. اي هو حر، وتقول المنع. وجد بأن الجو العام يمنعه، فقرر عدم الاشتراك. يعني مو الإطار. تشروح. يعني مو الجو العام. لا أنت شو تقول؟ الجو العام للإطار يمنع من دخوله إلى انتخابات رئيس محافظة. هسه هذه نرجع لها بالمركزية. هذه نرجع لها بالمركزية، وجوز هم يمنع بالمركزية. أستاذ عماد رحب بجنابك، هل سينجح الإطار كما نجح في حسم ملف تشكيل حكومة السيد السوداني؟ هل سينجح في حسم ملف المحافظات بشكل سريع؟ لو لا، أكو صعوبات هذه المرة مثل ما كان يتحدث الأستاذ علي، عندنا البصرة، عندك واسط، وحتى عندك مشكلة قد تكون حاضرة أيضا في بغداد. شكرا جزيلا أستاذ علي، تحية لك والضيف الكريم ومشاهديكم. يعني حقيقة النتائج التي ظهرت للآن تعطي الإطار التنسيقي أريحية كبيرة بتسمية مجالس المحافظات وتسمية حتى المحافظين. هذه التفاهمات، أنا أعتقد التفاهمات السياسية بين قوى الإطار، خلينا نتكلم قوى الإطار يعني المحافظات الجنوبية الوسط والجنوب. أنا أقول هذه التفاهمات يجب أن لا تكون يعني بديلا عن الكفاءة والنزاهة. اليوم احنا من نريد نقدم محافظ، خصوصا أنه مجالس المحافظات ليست الغاية الأخيرة والقصوى للكتل السياسية. الكتل السياسية التي تعتقد أن مجالس المحافظات هي أساس لمجالس النواب، عليها أن تقدم نماذج كفوءة، نماذج باستطاعتها أن تحقق نجاحات. أنا أعتقد أنه أعضاء مجلس المحافظات الذين فازوا بهذه الانتخابات محظوظين جدا، لأنه كل الظروف مهيئة أمامهم. الظرف الأمني اللي كنا نتخوف منه وكان هسه اكو، احنا مثلا نتكلم الإمارة بالبصرة، بنتكلم ظرف أمني أستاذ علي، نتكلم كل العراق. أنا أعتقد اليوم السيد السوداني، وبعدين أرجع لك لهذه العوامل، السيد السوداني يريد أن تكون عمل مجالس المحافظات ليس يرتكز على نجاحات الحكومة أو الوزارات المرتبطة بهذه المشاريع داخل المحافظة، يركز كثيرا على قضية الاستثمار، وهذا الاستثمار ما من الممكن اليوم شركات عالمية رصينة
تجي تريد تستثمر بمحافظة عراقية وتجتزئ هذا المقطع أو هذه المحافظة من أمن العراق كله. هم عندهم أنه القضية مثلا إذا خرق أمني بالوساط ببغداد يعتبرون أنه الوضع الأمني بالعراق مو ذاك الوضع الأمني. أنا أقول الوضع الأمني يساعد كثيرا، وهذه أول انتخابات لم يسجل بها خرقا أمنيا واحدا. القضية الثانية القضية المالية، لأول مرة بتاريخ الحكومات العراقية تقر موازنة لثلاث سنوات، وهذا يعطيها أريحية بهذا المفاصل الزمني اللي كنا نعاني من عدة. الموازنة تقدم شهر العاشر وتقر شهر الثالث وتذهب الأموال، يعني تروح للحسابات الختامية. والقضية الثالثة اللي أنا أشوفها أيضا بها فد بحبوحة من التفاهمات هو هذا ائتلاف إدارة الدولة. هسه ما أريد نقول انسجام تام والحياة وردية، أكو انسجام بين ائتلاف إدارة الدولة وخصوصا داخل قوى الإطار التنسيقي اللي تمثل الثقل الأكبر بمجالس المحافظات بالوسط والجنوب. هذا كله يعطينا انطباع أنه مجالس المحافظات ما راح تشكل تحدي. أما هذه المحافظات اللي تكلمت عليها وأشرت إليها سواء كانت البصرة أو بغداد أو حتى واسط، أنا أعتقد البصرة المعادلة بها مو صعبة كلش، يعني لأنه الأخوة بتصميم يعتقدون أنهم جزء من الإطار التنسيقي، وإذا كانت هناك رغبة أو إجماع بأنه لا يجدد للسيد العيداني، السيد عامر الفايز يحضر اجتماعات الإطار التنسيقي مؤكد يحضر اجتماع مؤكد وهو جزء من الإطار التنسيقي. ممكن جدا أن تكون المحافظة لتصميم لكنها لغير السيد العيداني. ليش غير العيداني؟ لأنه قضية التغول قضية يعني أشار إلى جناب السيد. شنو المقصود بالتغول؟ يعني محافظ يوزع قطع أراضي قبل الانتخابات بشهر، كيف يكون التغول يعني؟ وهذه القضية أثارت جدل كبير في البصرة، يعني وصلت لحدود أنه يقال قائد شرطة أو مدير مديرية شرطة بهذا الموضوع. يعني أكو تفاصيل، يعني ممكن أنه يتنازل عنها السيد أسعد العيداني يعني ويتركها لشخص آخر في تصميم. وليش مو ممكن يعني؟ احنا أنا محصل 250,000. هي القضية العبرة احنا لازم ان نفهم، يعني احنا نعاني من مشكلة انه المواطن لا يفهم انه عدد لا هو قد يفهم الامر على انه خوف من صناعة رمز سياسي جديد. استاذ علي انا خلي اخدمك، احنا نواجه مشكلة بانه يمكن اكو اغلبية من الجمهور لا يفهم بالعملية السياسية انه عندما تحصل على اعلى الاصوات هذا لا يعني انك ستحقق الاغلبية وتكون المحافظ او تكون رئيس وزراء. احنا بهذا الموضوع ممكن نشكل عليه، نجي نشكل انه السيد العيداني يقول انا حصلت اعلى الاصوات. المعادلة مو معادلة اعلى اصوات، معادلة النصف زائد واحد هي اللي تحكم بهذا الجانب. اما في بغداد فالقضية واضحة، يعني الاطار التنسيقي لديه الأريحية الكبيرة بتسمية المحافظ من خلال عدد المقاعد اللي حصلها. بغداد إطارية يعني بغداد إطارية. شنو هذا الشعار؟ يعني هسه مثلاً هناك من يمتعض من هذا الشعار. يعني أنا أعتقد البارحة بمكانك السيد إبراهيم الدليمي قال اللي يقول بغداد إطارية لازم نحكمه أربع أرهاب. ليش أربع أرهاب؟ خطاب طائفي. خطاب طائف. طيب خطاب الشيخ خميس الخنجر بالموصل مو طائفي؟ من قال من المفروض ما ترشح كتل شيعية هنا؟ ليش هذا المعيار يختلف هنا وهنا؟ احنا نقول احنا نمثل السواد الاعظم في بغداد. بغداد شيعية، شاء من شاء وابى من ابى. الكثافة السكانية الاعلى في بغداد هي للشيعة، والشيعة اكو سواد اعظم من هؤلاء الشيعة ينتمون للاطار التنسيقي حسب احصائيات المفوضية. احنا ما جاي نحكي عامة الناس، جاي نحكي بلغة ارقام المفوضية. اليوم المفوضية افرزت لنا ارقام بانه دولة القانون وتحالف نبني وقوى الدولة المشتركين بهذه الانتخابات مع بقية الكتل. ما نريد نطلع الاساس من خالف الشيعة. زين تمام. يمثلون شفت شلون خزرني؟ هسه جاي على اساس تمام. ما 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 ممكن انه نقول هؤلاء مو اغلبيه. لا يقول لك بغداد لاهل بغداد. ونعم، واحنا احنا منين جايين يعني؟ اهل بغداد. ونقول الموصل لاهل الموصل، مع ذلك اهل الموصل لاهل الموصل حققت بها القوى المتحالفه مع الاطار التنسيقي 11 مقعد. ما زاحمنا الاخوه وقلنا لهم لا هاي مو الكم واحنا هيك. طيب هذا الاطار التنسيقي اللي قدر يحافظ على هذه العمليه السياسيه يحاكم بالارهاب؟
جيد، هسه هذه اعود لك بها ايضا استاذ عماد، لكن استاذ علي كان يتحدث الاستاذ عماد وانت تحدث عن نقطه مهمه تدفعني للسؤال ايضا، انه تصميم هو جزء من الاطار التنسيقي ويحضر اجتماعات الاطار التنسيقي، وهناك قوى سياسيه بعناوين متعدده هي جزء من الاطار التنسيقي، الاساس على من تحسبون؟ على الاطار ايضا؟ شوف قبل لا ما هذه مهمة حتى قبل تسهل ساعتين دار حديث قبل شوية مع أخوة معنيين بالشأن السياسي وقيادات الحزب. العملية السياسية والمعادلة الحالية تقول 50 مقعد خارج الإطار التنسيقي لن يحصل على شيء، مقعدين داخل الإطار التنسيقي بهذه المعادلة الحالية حسب نتائج الانتخابات من الممكن أن يحصل على معادلة الحكم حتى ولو بالنزل اليسير. احنا منذ اليوم الأول الكل كانوا يشكل أحد النقاط المسجلة علينا، أنتوا ضمن تحالف رئيس محسن مندلاوي إطاري. يا اخي اذا كان محسن مندلاوي اطاري بالمعنى اللي هو يقصده الاخر، ما مجبور يطلع بقائمه وكانت الارض مفروشه له من الورود بان يتحالف مع اي قوى الاطار، مع اي قوه من قوى الاطار. معدك هسه بالعيداني قائمته واحده، هو اطار رجل حر اختار هويه خاصه به هو والنواب. لا التصميم ايضا قائمه واحده بس هو اطار. اكمل فكرتي. اوكي اطار وين؟ اطار باداره الدوله السابقه ونائب رئيس مجلس النواب. زين كان معني بهذا الاجتماعات مال الاطار، لان هو جزء من اركان الدوله واداره الدوله. جيد. وصوت على باقي الاستحقاقات اسوه بالاخرين. ولكن انت ان نرمي هاي القضيه بانه اطاري 100% خب الانتساب للاطار متفاوت. السيد حيدر العبادي جزء من الاطار وهاجم قوى الاطار على المنصه في سليمانيه والكل شهد بذلك، وهو جزء من الاطار. مو معناته ان تكون جزء من الاطار ان تكون 100% مع الاطار او ان تنفي وجودك مع الاطار، احنا كنا مع السيد محسن مندلاوي لكن واثقون مو جزء من الاطار. امنا بان هذا الرجل ناوي على تشكيل مشروع مدني واسمى دوله مدنيه، ولكن لديه ارتباطات دوله، ارتباطات حكومه مع لكن كارتباط سياسي ما عنده ارتباط بالاطار. ما عنده ارتباط سياسي، والدليل على ذلك نزوله بقائمه تختلف بهويتها. الاطار قوى الاطار اغلبها اسلاميه. اي بس القوى المدنيه كانوا يقولون قائمه ظل، بس عندهم مشكله وياك المدنيين. عن تصريح الاخ مصطفى سند بالبصره يوم قال احنا هاي ما يمشي عندنا الدوله المدنيه بالبصره. جاوبت في موضوع قلت لا خان التعبير ولا ابدا كان يقصد ما يقول الرجل. النظره من قبل نحن كمدنيين لقوى الاطار متفاوته، نظرتي انا داخلي الاساس تختلف عن نظره المدني للقيم، تختلف عن نظرة المدني في إدراك، تختلف عن نظرة المدني في باقي التشكيلات المدنية. احنا من المدنيين الذين يؤمنون بنتائج العملية السياسية، وكنت مرارا وتكرارا نحن نخالف قوى السلطة، وهذا كان شعار يمك هنا، نخالف قوى السلطة، نخالف قوى الأحزاب بالمنهجية بإدارة الدولة. يعني على شنو ابني برنامج الانتخاب اذا ما خالفه، اذا انا موافقه؟ فكانت خصومه على اساس الاختلاف بالرؤيه بخصوص المنهج. لكن خصومكم كان اللي يحمل العنوان المدني، خلنا نكون تحالفات المدنيه هي اللي كانت النتائج الان. النتائج بالمداوله قبل قليل، هل من الممكن انا انسف هاي النتائج اللي طلع بها جمهور وادلى بصوته بغض النظر عن العازفين او عن غير فئات؟ هذا قرارهم وقرارهم محترم، اللي يريد ينتخب، اللي يريد يقاطع، اللي يريد يعزف. بس الان الاراده من اراده من تحققت؟ اراده صندوق الاقتراع، ما بيها نقاش. وبالتالي احنا في واثقون كذلك تقربنا من الاساس بالايمان بنتائج صندوق الاقتراع، واننا نجلس مع الآخرين كما قلنا سابقا، ولكن من حيث شنو؟ من حيث نحن نكون وليس من حيث يكون الآخر. الآن كلون واثقون مطلوب من كل القوى السياسية على قلة الاستحقاق الانتخابي الموجود عندها، الأساس بمقاعده الثمانية قد لا يحتاجه البعض في بعض المحافظات ما يحتاجونه، كرسي بالاساس بالناصريه، ثلاث كراسي ببغداد، كرسي بالبصره. لكن ينحسم الكرسي القصد. السيد السوداني اخذ رئاسة وزراء بثلاث كراسي، مو قياس. العبره وين؟ بالتنوع. قوى الاطار اكو هناك جزء كبير هناك جزء كبير من قوى الاطار من التي ترغب بالتنوع وليس تحقيق النصف زائد واحد فقط والبقاء على الحافه. لا شنو المشكله اذا باقي القوى من الممكن ان تاتي معنا برؤيه مشتركه ومن حيث يقتنع به الاطراف كافه باداره ملف المحافظه فاهلا وسهلا. وجدنا هيك اشارات، هاي الاشارات ستدرس داخل قيادة الحزب. ما عندكم مشكلة بالتحالف مثلا مع الإطار؟ ما أنا حاكي قبل الانتخابات وأكثر من مرة، أنا أخالفهم بالمنهجية بإدارة الدولة. شلون تأتلفوا يعني؟ ائتلافي معهم من حيث أنا لا أنت جاي تقول دولة مدنية أنا أريد. وشنو يعني هسه أنا بالبيت الواحد؟ هو شو يريد الإطار؟ بيت واحد. أنت تريد دولة على مستوى المجتمع بيت واحد ألف راي بالبيت الواحد. بالبيت الواحد ألف راي. لا مو أنت شعارك تريد دولة مدنية، هو الإطار شو يريد؟ شو يريد دولة مسلحة؟ طلع لي شعار إطاري دولة مسلحة. أنت ليش قدم يعني السلام هذا؟ يقعد لي يقعد أحد الأخوة بقوى الإطار، هل يشجع على سلاح الميليشيات؟ لو يقول لا لا هاي كلها تحت كنف الدولة.
نقول كذا تحت امره القائد العام للقوات المسلحه، مو اكو طلعوا قسم استنكروا حتى قصف السفاره. جيد، هو احنا مو دوله مدنيه، قوى الاطار استنكرت لو ما استنكرت قصف السفاره. احنا مو دوله مدنيه، وشنو المدنيه مفهومك؟ لابس قاط ماك اهل معمم بس انت تفتهم رفض المحاصصه. احنا كمدنيين ننظر ان هاي مو محاصصه، نريدها استحقاق. مثل ما تفضل الاستاذ عماد هسه رجل ما نقول قريب على الاطار، او يعني دائما نعرف انه يتكلم بما هو بصالح القوى الاطار. مثلا هسه قبل قليل ايش قال؟ قلنا نتمنى ان تكون خانه اختيار المحافظه من خانه الكفاءه والنزاهه. التقيت وياك لو ما التقيت؟ صح، التقينا. انا ايضا كمدني الكفاءه والنزاهه. زين، لما نجي هنا تصرف ميليشيا مسلحه، لا استاذ عماد قبله ولا انا قبله اذا فرضت قوتها بقوه السلاح بالشارع. لا، مو انت اكو اختلاف بالفهم احيانا لهذا التصرف. مثلا عمليه قصف لقواعد عسكريه امريكيه قد تفهمه انت استاذ عماد نفسه استنكرها، لكن قد يفهمه جزء اخر مهم في الاطار على انه جزء من الان قوى الاطار. قوى الاطار هل اتبع رئيس وزرائي له؟ لا، اللي انا مرشحه. سيد رئيس الوزراء استنكر هاي العمليات، بل وعد بملاحقه الفاعلين. اي بس اكو قيادات في الاطار ما عندها مشكله. احنا كقوم مدني صدرنا بيان تأييد السيد السوداني على هذا بيانه، وهو اشاعه لغه الدوله على لغه الميليشيات. اذا ان نمتلك القدره ان نفرق بين سلاح مقاومه وبين سلاح ميليشياوي يهدف الى شنو؟ الى خلق ازمه اقليميه ودوليه هي خارج اطار الدوله وخارج سيطره الدوله. الاطار يريد ان يعمل هذه المره في المحافظات؟ والله حسب ما لمسناه ووعودهم الانتخابيه قالوا هذه المره حكومات المجالس المحافظات حكومات خدمه، وهذا الميدان يا حميدان الذي سيشاركهم سيتحمل وزر هذه الادعاءات وهذه الشعارات. الذي سيقاطعهم يجب ان يكون بعين الرقيب المنصفه. ان عملوا شكرهم، وان اساءوا خطاهم وعاندهم. احنا الان السيد السوداني قبل شوي ايش قلت لك؟ انا قلت لك عمل اعمالا مرضي عنها بنسب متفاوته. احنا لما نقول اكو فد شيء صح، ليش نقول عليه خطا اذا هو صح؟ هاي مو معارضه حقيقيه. هاي تسمى وضع العصا بالعجله. اكو بعض الاحزاب يسوي هيك، بس مجرد الخلاف لاجل الخلاف. المعارضه لاجل المعارضه. احنا المشاركه من حيث نحن نكون والله اهلا وسهلا بها. ولكن بفرض الايرادات وفرض الاملاءات هاي ما نقبل بها. اوثق واعتقد نتيجه الانتخابات اصدرت بعض القوائم التي تصنف بانها معارضه، ومعارضه شديده اللهجه، لكنها فازت ببعض المقاعد. ايضا بعد الانتخابات سيفتح باب الحوار، هل تشاركوننا؟ احنا الفائز، هاي قواعدنا وهاي ثوابتنا. ثوابتكم جيبوها، عندنا قيادات حزبيه، عندنا جمهور نرجع له على قله العدد اللي حصلناه. المقاعد الثمانيه ضمن الاساس، خب اكو قيادات للاساس. السيد محسن مندلاوي عنده رؤيه، احنا في واثقون عنده رؤيه، الاكثريه عنده رؤيه، التيار الوعد عنده رؤيه، نجتمع بالمكتب السياسي ونصدر رؤيه لا تتناقض مع رؤيه حزب واثقون على المستوى الفردي، لان عندنا مقعد. جيد، الاساس اساسه قوي، باقين المشروع والله من ابرمنا العقد مع الاخوه في الشراكه السياسيه، ما اجينا كمشروع انتخابي، كمشروع سياسي، وكل الاحزاب السياسيه تتمنى ان نستمر بمشروعنا. يعني لازم اكو تلون، لازم اكو تنوع، ولازم اكو معارضه واكو اعتراض. جيد، اما اذا كلها تصفق لواحد شاش رجعنا عن قبل. زين، هسه انا راح ارجع لك واريد اتحدث وياك بصراحتك حول ميسان والبصره في تفاصيل تخص عمليه الاختيار. استاذ عماد، هو ما الذي يضمن ان النوايا ستكون صادقه لكل القوى السياسيه في الاطار التنسيقي ان تعمل ان تشتغل بشكل صحيح في هذه المحافظات، على اعتبار ان التحدي هذه المره مضاعف؟ الاول ان هذه الانتخابات حصلت بغياب التيار الصدري، وبالتالي لن يكون التيار الصدري ممثلا في مجالس المحافظات في بغداد، في الوسط، في الجنوب. والامر الثاني الاموال كما تحدثت في موضوع الموازنه، وبالتالي ما الذي يضمن ان تكون النوايا صادقه للعمل في ظل هذا التنافس السياسي الموجود حتى بين قوى الاطار التنسيقي؟ يعني استاذ علي، هو الهدف يحدد النوايا. هذه قوى الاطار او غيرها من القوى السياسيه التي ستمثل في مجالس المحافظات، ما دام هناك هو هدف ابعد من مجالس المحافظات، وهو قاعدة جماهيرية لمجالس النواب، هو هذا كافي أنه يعطيك أريحية ويعطيك فرصة للعمل بهذا الموضوع. أنا أقول عدم مشاركة الأخوة بالتيار الصدري بهذه الانتخابات كان بقرار من سماحة السيد، وهذا القرار محترم. لكن أنا أتساءل، أنا أقول عضو مجلس المحافظة يقدم خدمات داخل المحافظة حكرا لجماهير الكتلة السياسية التابعة لها؟ هذا المفهوم خاطئ. اليوم المحافظة اللي يتصدى وعضو مجلس محافظة، هذه الخدمات تقدم لكل أبناء المحافظة،
واحدة من الأشياء المفرحة أستاذ علي حقيقة أنه أكو عدد كبير من الفواعل السياسية المدنية التي كانت مشتركة أو مؤيدة للتشرين أصبحت مقتنعة بأنه لا يمكن تغيير الواقع إلا من داخل العملية السياسية، خلال الصندوق، من خلال صندوق الانتخابات، بعدما كنا نشاهد يعني العديد من 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 القيادات والكيانات تريد، وكان الهدف الإطاحة بالنظام السياسي. مجرد المشاركة بهذه الانتخابات هو حقيقة أنا أقول مكسب للمجتمع العراقي. احنا ما نريد نكرر هذه، بس مشاركة خجولة يعني هسه هذه الخجولة تحددها النسب، مع النسب ايضا الحسابات النسب تختلف. شلون تختلف؟ بعد ما هناك من يحسبها على عدد الناخبين، وهناك من يحسبها على عدد البطاقات. لا انا من اريد احسب عدد نسبة المشاركة، احسبها على 6 مليون. لا اي ما يخالف استاذ علي، انا من اريد احسب نسبة مشاركة على عدد الذين يحق لهم التصويت. هو اللي يحق له التصويت الباب مفتوحة، بس انا اقول اكو بطاقة، اللي ما محدد هاي البطاقة هو مؤكد انه ما يرغب. ولهذا شفنا العديد، وشفنا مفوضية الانتخابات فتحت الباب حتى قبل الانتخابات بيوم لتحديث وتسليم البطاقات الناخبين بهذا الموضوع. دعتهم قلت لهم هو اللي ما مستلم ما يرغب بالانتخاب، اذا نتنازل عن حقه. اذا هذه النسبة نقيسها، ما نقيسها على نتنازل عن حقه. هسه نتفق، احنا نتفق اكو نسبة كبيرة من الشعب العراقي مقاطعة، بس احنا شلون نجي نصنف هذول المقاطعين؟ نجي كلهم نصنفهم مقاطعين للنظام السياسي؟ لا، اكو بهم كسولين، واكو بهم يقول لك اي حكومة تجي تعطيني راتب، انا موظف ما ادخل نفسي بهاي المعمعة، واكو معارض للعملية السياسية، معارض وقرر المقاطعة. فمو من الانصاف انه اخلي هاي 80% او 60% المقاطعين انهم كلهم بخانة العداء للنظام السياسي ابدا. لا، ويقول لك المقاطع عنده رسالة، ما يخالف، ما يخالف. انا اقول اكو التيار صدمت لك رساله بالمقاطعه، اما البقيه عزوف يائس احباط. ممكن هو الاحباط هم رساله، عنده رساله حقيقيه بالمقاطعه، ممكن. اما البقيه كان هي هم اصلا عازفين. ممكن. لا، اكو قضيه ثانيه اريد اتحدث عنها. انا اقول يعني الكتل السياسيه مو دائما تعتمد على جماهيرها المؤدلجه، مثل ما تحدثنا يمكن انا والسيد قبل دخولنا للاستوديو. اليوم الكتل السياسية ما اعتمدت على كل كوادرها، ونزلت كوادرها ممثلين لهم بالانتخابات مرشحين، اعتمدت على شيوخ عشائر، اعتمدت على كفاءات، اعتمدت، وهذا يسحب من الجمهور الرمادي الى 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 الى, إلى خانة الانتخابات. هذا ايضا مكسب. انا اعتقد عوامل النجاح موجودة والفرصة كبيرة. السيد السوداني يعني تحدث السيد علي يمكن قبل قليل قال بقضية السيد السوداني الظرف، حتى هو جملها بعدين قال منع وبعدين قال الظرف. أنا أقول واحدة من العوامل الأساسية التي أنجحت هذه المرحلة وأنجحت الانتخابات هو عدم دخول السيد السوداني، وهذا كان قراره. لو داخل شنو ممكن يصير؟ يعني ما ممكن ان يقف على مسافه واحده. يتم الطعن بنتائج الانتخابات. لا 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 ابدا استاذ علي. انا اقول السيد السوداني من خلال عدم دخوله بالانتخابات هذا ودخول الكيان السياسي استطاع الوقوف على مسافه واحده من كل هذه الكتل السياسيه، واستطاع ان يدعم هذه الانتخابات. لكن الرجل كان عنده طموح، اراد ان يشترك. ويجوز طموحه اكبر. طموحه اكبر، طموحه لمجلس النواب يهيئ، يقول لك انا ما اريد انزل كوادري وما اريد انزل بهذه الانتخابات، خليني اركز على النجاح اكثر. هاي خطوات النجاح التي يقوم بها السيد السوداني بهذه الحكومه، هسه ما تسميها نجاح وانجازات، خطوات نجاح. العقده الاكبر امام الاطار وين راح تكون من هذه المحافظات الثلاث؟ ميسان والبصره وبغداد، وين العقده؟ ابدا ماكو عقده. ماكو عقده. لمن تكون المحافظة العقدة أقصد بداخل الإطار؟ لا 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 أبدا. يعني البصرة، الميسان، لمن تكون من حيث الصعوبة راح يمكن تستغرق وقت بالتفاوضات. بس البصرة أما غير أما عداها لا تقريبا شبه محسومة. بغداد محسومة تقريبا. ميسان أيضا محسومة. لا، لمن تكون أقصد، من يتصدى لأي طرف من أطراف الإطار؟ الهوية للمحافظة معروف أنه في كل انتخابات من يتصدر هو التيار الصدري، بالتالي من سيتصدى من الإطار لقيادة محافظة ميسان؟ أبدا، كل أي واحد راح يتصدى من الإطار التنسيقي راح يكون الإطار داعم له. بس أنا أعتقد أكو حسابات حتى بعيدا عن الحساسية،
ممكن أنه بعض قوى الإطار التي لديها حساسية من الأخوة بالتيار الصدري لا ترغب بأن تكون بديلا عن محافظ ميسان، ممكن ما تكون. جيد. أستاذ علي، أنا كان يتحدث الأستاذ عماد، أنا كنت أريد أسألك عن النجف وميسان، لكن خلينا نتحدث وياك عن التصويت الخاص. أشار قبل قليل الأستاذ عماد بحديثه وذكرني بموضوع التصويت الخاص، وأنت تعتمد كثيرا على التصويت الخاص في هذه الانتخابات. شلون شفت الإجراءات في التصويت الخاص، وشلون شفت الأمور في التصويت الخاص؟ التصويت الخاص، وتعليقك على الحديث اللي يثير على أنه الإجبار كان موجود وهناك فرض كان موجود. واضح، التصويت الخاص هو جزء مهم من العملية الانتخابية، بل أن هناك بعض القياسات والمجلسات تقيس قوة الأحزاب على أساس هذا التصويت، ومنهم من يعتبر التصويت الخاص هو باب من أبواب التلاعب والنتائج، ومنهم من يعتمد على أن التصويت الخاص هو باب من أبواب التعويض لبعض الكيانات. اتهم التصويت الخاص بكثير من هذه الأمور. في واثقون أثبتنا العكس من هذه القصة في الانتخابات السابقة. اعتمدنا التصويت الخاص كعقل جمعي، تصدرنا في 11 دائرة انتخابية من أصل 16 ترشحنا بها. أنا متصدر كنت على مستوى العراق بالتصويت الخاص، كانت معادلة الحشد مو بذيك القوة بال21، حتى أنهم حرموا من التصويت الخاص، تم تصويتهم على العام. هذه المرة الحشد أحدث تغيير جذري بقضية التصويت الخاص، وسيطر وهيمن بالكامل على آليات التصويت الخاص، لأنه جاي بعقلية مؤدلجة وموجهة، وقد صدرت عدة تسريبات من قضية توجيه مناطق معينة لفصائل معينة لانتخاب شخصية معينة. تقريبا من ما عدا هاي القضية، وهو هذا مو شيء مو ممنوع، هو نبني وفتح والأخوة في قوى الإطار متبنية للحشد، مطالبهم حقوقهم مشاكلهم، بل إنهم تأسسوا على أيديهم، وبالتالي أقرب الكيانات السياسية لغالبية الحشد بدءا من رئيس الهيئة، أو رئيس الهيئة أصلا هو رئيس كيان سياسي. واضح الفكرة؟ هم قريبين إلى نبني، فقضية تبني الحشد لنبني وتبني نبني للحشد مو فد شيء جديد، بس أحدث تغيير أنه ذولا أجوا برؤية موحدة مقسمة مصنفة تصنف في بعض الأحيان للإجبار. بس هو قد يكون منتسب في الحشد، نعم، لكن نعم عنده قناعة وخيار سياسي آخر. اللي وصلنا من تأكيدات، وأنا ابن أمة العسكر، أنا ابن أمة العسكر، ومجساتي بالتصويت الخاص واضحة وصريحة، لا أكو توجيه إلى فلان في بغداد، إلى فلان في البصرة، بالمنتسبين في الحشد. تسريبات، هي تسريبات طلعت بصمة صوتية وطلعت تصوير فيديو، هسه من باب نعتبره هذا باطل. التوجيه في عملية التصويت وحتى في عملية الاختيار، تقسيم نعم مناطق. اختيار الأشخاص، نعم تقسيم مناطق، وبالتالي هسه احنا مرات في تضعها في باب الخطأ، وقسم لا يقلك في باب الصواب. هذول عسكر ولهم حرية باختيار من يمثلهم. احنا بالجيش والشرطة لا نمتلك السطوة التي يمتلكها قوى الأحزاب، قوى الإطار. ليش؟ مثلا عندك الأخوة في العصائب، عندهم صادقون جناح سياسي، وعندهم عصائب جناح عسكري. بدر كذلك، الأخوة كتاب الإمام علي عندهم سياسة، وعندهم حزب الله عندهم سياسة، وعندهم جناح عسكري ضمن الحشد. عطاء عندهم سياسة، وعندهم رئيس الهيئة. حزب الله ما اشتركوا بهذه، بس القصد يعني أقول لك عندهم جناحين. فعمليتهم عملية منظمة، كذلك سرايا السلام. سرايا السلام اللي ما تتبنى الكتلة الصدرية عندما تنتخب، ولكنهم جزء من الحشد. هذه الخاصية في واثقون لا نملكها، ما عندنا سطوة على الجيش والشرطة. شلك على ابن الناس غير مروته أن تطرح مشاكلهم، تطرح قيادات تعرف هذه. شنو اللي اختلف؟ أنت تتحدث من انتخابات السابقة صدرته ونافستوا، نعم، نعم. شنو اللي اختلف بالتصويت الخاص؟ بسبب النظام الانتخابي اختلف، كان اكو شخص واحد يرشح بالدائره، الان القائمه 30 واحد، وبالتالي ايش راح ياخذ من قوتك بالتصويت الخاص؟ راح تاخذ وحده الحشد وتوجيهها باتجاه قائمه نبني، هذا من جانب، وبالتالي تضعف روح المنافسه بينك وبين مرشح الحشد العسكري. واضح الفكره؟ اثنين، اسلوب التوجيه اللي عند الحشد يختلف عن اسلوب التوجيه اللي عند الداخليه والدفاع، مع العلم ان الداخليه والدفاع هي نتاج شنو؟ نتاج سياسي. الداخليه حصه الاخوه في بدر، رئاسه اللجنه الامنيه حصه الاخوه في بدر، الدفاع وزير الدفاع ورئيس كتله انتخابيه. فتجي واثقون التي لا تمتلك سلطه لا هنا ولا هنا ولا هنا، ان تنافس هذه الاسماء صعبه هذه المره بوجود سانت ليجو الذي اخذت منه النظام الانتخابي، اثر على التصويت اللي عندنا، عدد المرشحين وزياده العدد الى اضعاف مضاعفه بالدائره الواحده ايضا اثر علينا. الاقارب
نسبة القرابة اللي بين الشرطي والعسكري مع المرشح أثرت علينا، وبالتالي النتائج اللي طلعت هذه المرة بتصويت خاص لم تلقى إلى مستوى الطموح الذي كنا نحلم به. عوضناها بالتصويت المدني للأخوة المرشحين مثل ما تفضل أستاذ عماد، أصبحت أيدلوجيتنا الآن أيدلوجية شعبية مرشح، استقطاب المرشحين الأقوياء وبدورهم يؤسسوا لقاعدة بيانات تخص الحزب وتسعفه في الانتخابات البرلمانية. خلينا نسألك عن المحافظات في النجف، انت من الولاية، خلينا نسألك النجف المن رايحة استاذ علي؟ والله النجف شوف هذا السؤال انا تهيأ لك قلت يا ريت تسألني اياه. النجف انا سبق وانه طلعت في برنامجك قلت ان النجف مدنية، ان النجف مدنية كان بدنا مجلس النواب السابق هذا ال 21 تسع نواب مدنيين وعندنا اثنين من دولة القانون وست سعاد اللي هي من عطاء فثلاثة يعتبرون من قوى الإطار وتسعة مدنيين ثبتها لا 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 موجودين لا لا مو جاي تكهن مو النجف المدنية النواب اللي فازوا بالانتخابات بعد انسحاب التيار الصدر تسعة مدنيين اثنين الوفاء وسبعة مستقلين. هسه هاي النتائج ايش طلعت؟ الاخوة في المجلس الاعلى بشراء عراق استعادوا كرسيهم اللي فقدوه برلمانيا طبعا اللي فقدوه بال 21 الاخوة في العصائب استعادوا كرسيهم اللي فقدوه بال 21 الاخوة في دولة القانون زادوا عليهم مقعد كانوا اثنين صاروا ثلاثة الاخوة في الوفاء نفسهم ما تغيروا هم اثنين بقوا اثنين الحكمة استعادوا مو كرسيهم المفقود جابوا فوقها كرسي كوتا صارت الحكمة اثنين اللي هو قوة الدولة سيد حيدر العبادي وسيد عمار الحكيم ماكو تغيير اما المدنيين ايش بقى لهم حسب تسمية المدنيين اذا اعتبرنا انه احنا نفس الخانة ادراك واحد قيم واحد وواثقون واحد والمدار واحد زين احنا مدى قرب هذه القوائم انتوا اربعة مقابل مدنية طوخ مدنية نصر الدين مدنية نص ونص المهم هم في خانة المدنيين كانوا وش قد المدنيين سبعة مع عدنان الزرفي تسعة هسه عدنان الزرفي موجود واربعة مدنيين ستة. فقدوا المدنيين ايش قد فقدوا ثلاثة راحت القوة وضحت التغيير وين وضحت وعلي. بس ثلاث مقاعد راح واحد لدولة القانون واحد للحكمة راح واحد لنبني هسه مثلا اخو في بدر بالنجف صفر ما عندهم ليش لان اللي فايزين من نبني منهم اللي فايزين من نبني عطاء عصائب والاخ احمد الاسدي بسند يمكن سند الخارطه في النجف صار بها تغيير طفيف المدنيين اقتصروا على سته والاخوه في قوى الاطار اخذوا تقريبا تسعه زين الاقرب منو راح يستلم المحافظه من وجهه نظرك؟ حسب طبيعه النجف وجغرافيتها حسب التسريبات اللي وصلتنا يعني ومجلساتنا اعتقد قوه الدوله هي الاقرب اعتقد السيد عمار الحكيم السيد عمار الحكيم هو الاقرب من الاخرين ليش؟ نجف 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 عندها مجسات وعندها رؤوس وعندها قرار وعندها مصادر قرار الاخوه في الحكمه مو بعيدين عن اداره النجف الحاليه النائب الاول هو من الحكمه وبالتالي السيد هاشم القرعاوي وبالتالي اذا جاءوا باخ هاشم القرعاوي كمحافظ كمثال يعني او احد الاخوه في الحكمه ما قفت شيء يعني يصير على حساسيه مع الاخر المقاطعين العازفين بل وحتى مع مراكز القوى الموجوده هسه ما اقول اجزم اي تمام بارد. ما اقدر جاي اقول لك الاقرب حسب التسريبات اللي عندنا لانه اصلا وصلتنا تسريبات انه المثنى للجهه الفلانيه الناصريه للجهه الفلانيه استاذ عماد يجاوبك عليه لانه اقرب مني زي. ما اقدر اتكلم خلينا اسال النجف حسب مجساتنا تقول لسيد عمار لسيد عمار وقد تاتي شخصيه لا من هذا ولا من ذاك مجرد توافقيه تاخذ الجمل بما حمل من خارج الحسبه الحاليه جائز لربما حدثت في الحله حدثت في الديوانيه لربما استاذ عمار خلينا نتحدث وياك بهذه النقطه تقسيم المحافظات وهذا الامر تم تداوله قبل الانتخابات انه قوى الاطار التنسيقي عملت على تقسيم المحافظات قبل الانتخابات المحافظه سين للجهه صاد وصاد للجهه عين ووفق هذه الطريقه هل حصل هذا الامر فعلا وبما كان يتحدث به الاستاذ علي النجف مدنيه لا هو الامر تسوق بغير طريقه حقيقه يعني الاطار التنسيقي عندما هو طبيعي جدا هسه مثلا الاخوه بالاساس من يقعدون هذه التوليفة من هذه الكيانات اللي موجودة داخل الأساس وحسب مجساتهم يقول لا أنا ممكن أحقق بالنجف ثلاثة أحقق أنت تحقق بالكوت هلقد فهو طبيعي جدا يتم تداول هذا الموضوع لكنه أن يتم تقسيم المحافظات قبل نتائج الانتخابات داخل الإطار التنسيقي هذا ضرب من الخيال أنا أكو إشارة أريد أشير إليها وأستفيد من جناب السيد بهذا الموضوع أيهما أكثر تعدادا الدفاع أم الحشد لا بس فرق بين انت تعداد الدفاع الما مرتب
ولا لا مرتب. مو انا مرتب. عندي 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 الدفاع والداخليه ما يخالف. هسه الداخليه انا اريد استبعدها شوي. اذا كانت القضيه اكو اجبار للقوى الامنيه، خو بامكان الدفاع وهم اشد صرامه اعتقد انه يجبرون منتسبيهم للتصويت لاقامه وزير الدفاع. اذا تكلمنا بقضيه عقائديه فما اعتقد هو اجبار لغرض التصويت كان التصويت ما اوكي بس تصويت المن لا ما مو هاي القضيه. اذا تكلمنا بقضيه انه اكو قضيه عقائديه بالحشيد، هاي قضيه مو معيبه، هاي طبيعيه جدا ومسار دافع عن حقوقهم اكيد نواب يخدمون الحشد. أنا أقول النجف مدنية والله من يشكل على الإطار التنسيقي أو قبل الائتلاف العراقي الموحد وغيرها بأنهم دولة ذات خلفية إسلامية ودولة، طيب ما هي النجف عاصمة التشيع لدورتين السيد الزرفي مدني مخلينا أكو أكثر من هاي الديمقراطية؟ ما ماكو شيء ديمقراطي. اشتردون هاي لك مو يعني الاطار التنسيقي تصور عاصمه التشيع لشخص مدني لاكثر من دورتين وممكن جدا يكون بهذه لانه ما جاي ممكن يرجع السيد عدنان الزرفي. هسه ما اريد يعني ما اريد اقوم بهذه التفاصيل واعرف انه ايش قد السيد الزرفي حقق او ما حقق، بس انا جبتها كمثال بهذا الموضوع. انا اقول الاطار التنسيقي ما ينظر لهذه الحيثيات، ينظر انه اكو قوى مدنيه منبثقه من 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 صندوق الانتخابات حققت نتائج وعندها استحقاق. شنو الضير انه اذا كانت قريبه من النصف زائد واحد ما اتفاوض وياه؟ ماكو فد عقده تستحق الوقوف عندها ونقول يومها الها وتوقف العمليه السياسيه او الها وتوقف مجلس محافظه. هو التركيز ورفع شعار المدنيه ما يستفز الاطار؟ ابدا لا لا ابدا، هو الاطار مدني ترى. الاطار مدني ممكن جدا يعني الاطار ليش مو مدني؟ يعني شنو اللي يعني هو الاطار ما ادري الاطار الاطار جاي يحكم هاي ما ادري لا الاطار جاي ما ادري فيها الاطار جاي يدير الدوله بطريقه الولي الفقيه. لا تنوع قديش القوى السياسيه المعارضه للاطار ترفع شعار المدنيه؟ خو طبيعي الاخو المعارض ممكن انه يسوق اي اتهام اي مؤاخذه ممكن يسوقها. حاطين المدنيه بخانه واحده فقط المعارض المتشدد. لا مو بهذه الطريقه والله. انا افرح جدا يعني انا واحده من قضايا السرور هاي الانتخابات. انا اشوف شباب يعني كنا وياهم قبل فتره 2019 قالوا ناقمين على العمليه السياسيه، جدا افرح من اشوفهم مرشحين وقاعد وياي باكثر من حديث ويناقش وكذا ويريد اطلع اصواتي وانا وكذا. هذا عباره استاذ علي يدري جناب السيد الوعي السياسي ما يجيب كبسه زر. اليوم انا اقول الوعي السياسي للمواطن اختلف عن عام 2003، احنا عام 2023 يمكن لمسها السيد الشريف بهاي الموضوع بفتره الانتخابات وخلال فتره الترويج والاعلان، وانا اؤكد انه كل المرشحين واجهوا مشاكل باقناع الجمهور، وهناك من كان يحاججهم بهذه القضيه ويقول له انت لا تقول لي اعينك، هاي مو من صلاحيتك. اكو وعي صار عند الناخب السياسي بالانتخابات الأخيرة، لكن مع ذلك تبقى هاي القضايا الأساسية المناطقية والجنونية والعشائرية تلعب دور كبير إضافة إلى الرمزية. مجالس المحافظات ما راح تعود للوضع القديم أستاذ عماد؟ وشنو اللي يضمن أنه ما ترجع لوضعها القديم اللي هو شنو اللي هو القديم؟ فقط العمل على إقالة واستبدال المحافظ. لا أنه كل أسبوع جلسة ملف إقالة استبدال، ما هذا اللي نتذكره عن مجالس المحافظات؟ يعني يجوز ما كانت بهذه التركيبة أو عضو واحد يفاوض ويساوم على استبدال محافظ. لا هذا القانون ما يتيح له. لا يحقق النصف زائد واحد. قرارات الابتزاز. يعني ما 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 يتيح للعضو الواحد أن يحقق. بس أنا أقول هاي التوليفة أنه الأغلبية المريحة داخل مجالس محافظات ما تأخذنا بهذا الجانب، خصوصا وأن هناك رغبة كل الكتل السياسية حتى بعيدا عن الإطار. حتى الكتل السنية تريد تشتغل لأنه شغلها يجيب لها أصوات. وهي مثل ما تكلمنا بداية البرنامج الغاية الأبعد من هذه مجالس المحافظات هي انتخابات مجالس النواب. جيد أستاذ علي، الإطار مدني وأنت تتحدث عن المدنية وشنو الفهم للمدنية، أنا خليني أسألك أنتم شو تقصدون بالمدنية؟ تركيزكم على المدنية شنو اللي تقصدون؟ ما احنا دولة مدنية، إذا هو الإطار مدني ويشتغل بالمدنيه.
شنو اللي تردوا انتم بالمدنيه ورافعين شعار المدنيه؟ هو اختلاف افكار، فكر سياسي، اكو فكر سياسي يعتمد على الدين العقيده او اكو فكر سياسي لا يؤمن بالعقيده والدين ولكن لا يحكمها بالاداء السياسي. وتنوعت هاي القضيه الليبراليه والعلمانيه القوميه، ترى قوميه قوموتشيه اهم من مدنيه طبعا، وقسم من يعرف انه الاسلامي بس المعمم. زين انا اعطيك مثال، انا عجبني في يوم من الايام احد الاسئله الجريئه لابن مفجر الثوره الاسلاميه السيد محمد باقر الصدر رحمه الله على روحه، سيد جعفر، قال لهم انا اؤمن بالمدنيه، شنو المشكله يعني؟ ابن منه مؤسس هاي الاحزاب الاسلاميه كلها يؤمن بالمدنيه، يعني ما مو فد مشكله يعني ان تكون هناك تنوع بالافكار في اداره الدوله. اقول ورد يؤمن بانه سلطه مستمده من قبل الله عن طريق ولي الفقيه، اكوش احزاب هاي تصنف ضمن الاسلاميه، اكو لا مسيح حزب ديني يؤمن بالديانه المسيحيه ويعكس هاي التعاليم الكاثوليكيه، هسه الفرق بين بين الديمقراطيين والجمهوريين من الاقرب؟ بس شعاركم ممكن يستخدم بالانتخابات البرلمانيه مو بالانتخابات المحليه، هذه الانتخابات خدمه ترافع الشعار المدنيه. شو العلاقه؟ البس عمامه وتعال اخدم، البس قاضي تعال اخدم، صير مدني وتعال اخدم، صير قومي تعال اخدم، والقوميه هم ما يصير مجالس محافظات. انت متبنيات الحزب، هويه الحزب لا ما لها علاقه بالاستحقاقات الانتخابيه. انت مدني طب انتخابات، انت اسلامي طب انتخابات، ماكو فد مشكله. ترى للعلم مثل ما تفضل استاذ عماد، ترى اغلب الاحزاب الاسلاميه اللي كانت يعني حاكمه البلد وما زالت، ترى هسه ماكو كلمه اسلامي بعد. اعطيني هسه حزب مكتوب اسلامي، حزب الدعوه الاسلاميه صار شنو؟ دوله القانون. المجلس الاعلى الاسلامي صار بشراء العراق. لا حزب الفضيلة الإسلام، حزب الفضيلة الإسلامي صار شنو؟ النهج الوطني. السيد عمار أصلا ما حط كلمة إسلامي، حط كلمة الوطني. هاي تغير، ماكو مشكلة يعني. جذورة إسلامية يؤمن بأن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، هاي يعكسها في إدارة الدولة حسب نوع الشخص اللي راح يصدر باسمه لإدارة الدولة. والمدني هم كذلك، قوم المدني أنبياء ولا الإسلامي كلهم أنبياء. هذا بها الصالح والطالح وهاي بها الصالح والطالح. أنا خليني فما أعرف أنا التشدد ليش شايف كأنما أنتم أعداء وخصوم وكذا، مو سبق الحزب الشيوعي يتحالف مع الأخوة التيار الصدري؟ تمام، أنا على ذكر التيار الصدري بالدقائق الأخيرة خليني أسألك وأسأل الأستاذ عماد أيضا، شنو السيناريو المتوقع في مرحلة ما بعد؟ حسم هوية مجالس المحافظات لمن؟ وكذلك قيادة المحافظة لمن؟ والله أنا أقول المحافظات اللي بها على جميع القوى التي سوف تشترك في تركيبة المجالس المحلية، هي مشتركة كلها بس في تركيبة الحكم المحلي داخل تلك المحافظات، أن تعي بأن عليها مسؤولية كبيرة. أولا مسؤولية إكمال نجاحات الحكومة المركزية، مسؤولية تقليل نسبة اليأس والإحباط، مسؤولية إبعاد شبهة الابتزاز والفساد والاستغلال الوظيفي لمنصب مجلس المحافظة، لأنه أكثر مفصل بالعمل السياسي مكروه وعليه نقمة هو مجالس المحافظة، بل تكاد تكون هي شرارة ما حدث في أحداث تشرين السابقة. واضح الفكرة؟ فمهمتهم عسيرة جدا. وبنفس الوقت أقول كما قال أخي الأستاذ عماد بأن لديهم بحبوحة ولديهم حكومة مركزية سوف تراعيهم وتصدر لهم ما يريدون ولن تعرقل عملهم، ماكو رؤيه معارضه لهم بالمركز، وهاي فرصتهم ذهبيه. عددهم قليل، التيار الصدري ما عددهم قليل، عددهم قليل من كان 29 الى صار 15 و14. التيار الصدري شنو؟ ما راح يعارض، شوف التيار الصدري انا ما لي علاقه بكل الاراء اللي تنقال، التيار الصدري قاعده شعبيه منضبطه، عندها قياده منضبطه، بامر واحد تنسحب بالنهار وتلتحق بالليل، بامر واحد يوم واحد، بتغريده تلقى الساحه متروسه وبتغريده تلقى الساحه مسحوبه. السيد الصدر عنده محددات شرعيه ومحددات قانونيه، يعارضك يشكل عليك، قد يصل الى مرحله مرحله استخدام شكل الفتوى في بعض الاصدارات من عنده، ولكن لا يصل الى مرحله خربطه الصفو العام، عدم يعني وزج العراق في مأزق اقليمي او داخلي او صراع داخلي، او هو اصلا يؤمن بحرمه الدم العراقي. فما اعتقد، ولكن لديه بعض الادوات اللي من الممكن يستخدمها، عنده جمهور ينبض بالحياه، هسه هذا الجمهور يستخدمه بالصالح بالطالح بعد يرجع لقياده التيار الصدري نفسه. استاذ عماد، لكن انا نظن بها خيرا. استاذ عماد، هل وصلتم لقناعه انه التيار الصدري لن يعود للمشاركه في العمل السياسي، وبالتالي ما عاد الاطار يفكر كثيرا في ضروره ضبط الايقاع وضبط الامور على الاقل في المحافظات التي يسيطر فيها التيار الصدري؟
لا ابدا، تيار الصدر هذه القاعده المهمه بالجسد العراقي لابد، انا باعتقادي انا لابد ان تمثل سواء داخل مجالس محافظات وحتى في مجالس النواب، لكن هذا قرار سيد وقرار محترم، ربما لديه سيناريو جديد، لكن انا اتفق تمام الاتفاق مع السيد الشريفي بان هناك محددات وهناك ضوابط للتيار الصدري تاتي من قبل سماحه السيد مقتدى الصدر، ولا يمكن ان يعني الاطار امام مسؤوليه كبيره في ظل غياب تمثيل الإطار نجح بتشكيل الحكومة، نجح بإقامة الانتخابات، وسينجح بتشكيل مجالس المحافظات، ولكن المهمة الأكبر والنجاح الأكبر بما يقدمه داخل مجالس المحافظات، هو هذا النتيجة الكبرى. أنا أشكركم جزيلا الشكر أستاذ عمر، شكرا جزيلا، والسيد علي الشريفي كل الشكر لحضرتك، ودائما أشكركم سادة المشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.